صباح الخير، صباح الورد. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا في أفضل حال. الحمد لله يا أخوان، نمنا كويس. نتوكلوا على الله. حاليا الساعة 6 صباحا تقريبا، واصل رحلتنا من جديد. وخليكم معنا يا أخوان، ليتس جو. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة بالله. نواصل طريقنا يا إخوة، إن شاء الله يكون يوم موفق ورحلة موفقة إن شاء الله. دعواتكم يا إخوة معنا. نتوكلوا على الله يا إخوة. مسكنا الخط في اتجاه الميناء، إن شاء الله اليوم نقدر نوصل للميناء يا إخوة، يعني في نكمل المسافة المتبقية في هذا اليوم. الله أعلم، على حسب الظروف طبعا. خليكم معنا يا إخوة ودعموا هذا الفيديو، جزاكم الله خير. الو سي برتاماك سام بي بنو يا بوكان ليما بولو ليما بولو يا ما في اوكي طيب يا اخوة، عبينا بنزيننا، امورنا طيبة، نتوكلوا على الله. طبعا المسافة يا اخوة من المنطقة اللي انا فيها اللي نمت فيها البارح الى غاية الميناء، المنطقة اللي راح نعبر منها الى جزيرة بالي، تقريب 407 كيلومتر، فمسافة لا بأس بها. مش عارف نقدر نكملها اليوم او لا، الله اعلم، ولكن اتوقع ما نيش مش نقدر نكملها، وراح نشوفه يا اخوة. قبل شوي جابونا فطور الصباح يا اخوة للغرفة، هو عبارة عن نسي جوران، فنتوقف ان شاء الله نشوفه مكان، في نفس الوقت يبيع قهوة لاني لازم نشرب قهوتي، ونفطر ان شاء الله فطورنا اللي هو نسي جوران، ونتوكلوا على الله نكمل الطريق. طيب يا اخوة، توقفنا عند هذا المكان البسيط، ناول وجبة الافطار، نواصل طريقنا ان شاء الله. وهذا فطورنا يا اخوة، ناسي جوران، طبعا الاكلة المشهورة في اندونيسيا بالبيض. هذا الناسي جوران جابوه لي في الفندق يا اخوة، جابوه لي اخذته معي. طبعا اندونيسيا يا اخوة تعتبر دولة كبيرة جدا، وتتكون من كثير من الجزر، يعني جزيرة سومطرة، جزيرة جاوا، جزيرة كاليمانتان، بالي، لومبوك، ففيها كثير من الجزر. وسبحان الله يا اخوة، كل منطقة في اندونيسيا عندهم لغة خاصة بيهم، يعني يتكلموا بلغة خاصة بيهم غير اللغة الاندونيسية. على سبيل المثال يا اخوة، قبيلة جاوة هذه عندهم لغة خاصة بيهم، قبيلة باتا، قبيلة بادانج، قبيلة اتشي. فسبحان الله، انا كل مرة منطقة نزورها نلاحظ ان في لغة مختلفة. على سبيل المثال مثلا في تونس، انا من تونس، ما عندناش احنا لغات، يعني فقط لهجات من ما بين مدينة ومدينة، تكون اللهجة يعني متغيرة، يعني اما اللغة هي نفس الشيء. أما في إندونيسيا لغات مختلفة سبحان الله، ومش فقط لغات، يعني حتى العادات والتقاليد تختلف من منطقة لأخرى يا إخوة. وكذلك ما مش كلهم مسلمين في إندونيسيا، طبعا هي دولة مسلمة، الأغلبية مسلمين، ولكن في ديانات أخرى مثل المسيحيين هنا في إندونيسيا، وفي كذلك شو اسمه الهندو، ديانة الهندو هذه، ففي ديانات أخرى، ولكن هذه موجودة في جزيرة بالي، ديانة الهندو.
وفي سومطرة كذلك في مناطق في سومطرة يكون فيها المسيحيين ويكون الأكل غير حلال، ولكن بصفة عامة الأغلبية مسلمين. ما شاء الله الطريق مستقيم، طريق ممتاز يا اخوة، يعني طريق نظيف كما تشوفوا مستقيم، فمتعة متعة يا اخوة ما شاء الله. ولكن انصحكم يا اخوة نصيحة لوجه الله، الاخوة الدراجين اللي يستخدموا في الدراجات بالاخص الرحالة مسافات طويلة، ما تسرعوش يا اخوة ما تسرعوش، السرعة بصراحة ما تصلحش، والسرعة تؤدي للخطر، لأن الطريق ما نقدروش نعرفه يا اخوي، ممكن يخرج عليكم كلب قط أي حيوان يخرج عليكم فجأة، فلازم تكونوا جاهزين، فالسرعة ما أنصحكمش. طقس حار اليوم ما شاء الله يا اخوة، لكن الحمد لله تعودنا خلاص تعودنا على كل الظروف، الرحلة هذه تخليكم تتعودوا يا اخوة وتتأقلموا مع كل الظروف، يعني الظروف الصعبة والظروف السهلة الحمد لله. وقفنا نرتاح شوية يا اخوة في السوبر ماركت، بابايا بقى على الميناء يا اخوة، الميناء اللي فيه العبارة اللي تقطع بين جزيرة بالي، بقى 300 كيلو نحاول نكملها اليوم إن شاء الله، ولكن ربما نصل في الليل. طبعا يا إخوة الرسالة كذلك من هذه الرحلة، أنا ما في شيء مستحيل، ما في شيء صعب، طالما في عزيمة وفي صبر وفي محاولات ما في شيء مستحيل يا إخوة، يعني الإنسان أي إنسان عنده شغف في هذه الحياة أو عنده هدف معين حاب يوصل له، تحاولوا يا إخوة، ما تستسلموا البداية، طبعا توكلوا على الله واصبروا وسعوا خذوا بالأسباب. على سبيل المثال أنا بديت في هذه الرحلة بأقل إمكانيات يا أخوة، ما في لا ميزانية ولا شيء، ولكني حبيت نبدأ ما حبيتش نبقى متوقف، وحتى الدراجة اللي نستعملها في الرحلة تعتبر دراجة صغيرة، يعني مش دراجة رحلات، لو تشوفوا الرحالة الدراجات اللي استعملوا فيها دراجات بالنوع الكبير، يعني BMW سوزوكي، الدراجة اللي عندي 155 سي سي بس، وحاب نجول بها كامل أندونيسيا يعني، وليش لا، ما في شيء صعب ما في شيء مستحيل. 10.000 Pak ini. Satu ya. Ya. Satu. Kalau yang ini 20.000. Enggak, yang udah itu. Dipotong. Yang udah jadi. Berapa, Pak? Satu. Ya, jibo nanas ya, kuah. Vitamin, vitamin. Nanti depan. Ada 10.000. Mau ke mana, Pak? Hah? Mau ke mana? Mau ke Bali. Mau ke Bali. Ya. Touring. Ada kamera. Ada kamera. Touring kok sendiri, Pak? Hah? Kok sendirian touring? Iya, sama istri. Berdua. Kenapa ya, Pak? Naik motor. Hah? Dari Sumatera ya, sama. Iya, dari Sumatera, dari Medan. Tahu Medan? Iya, tahu sekali. Hai. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Makasih ya. Hati-hati di jalan. Oke. قبل شوي بقى على الناس الله يجزيه الخير قاعد يسألني، قال لي وين رايح ومنين جاي، قال لي ليش لحالك، عادة في اندونيسيا لما يسووا رحلة يكونوا مجموعة يعني 5 6 دراجات، فانا قلت له لا انا وزوجتي بس ورايحين البالي، قال لي انت جاي من سومطرة، قلت له صح من ميدان.
Halo. Oh, sini kita parkir ya. Hah? Minum sini aja. Iya. وقفنا عند هذا الرجل الطيب يا اخوه عنده عصير قصب ما شاء الله اوه بجواني بجواني شوفوا لون العصير يا اخو مزلفش iya itu mau di situ kan nyebrang oh maunya mau nyebrang kan penyebrangan هذا هو صاحبنا ما شاء الله قبل شوي أخو كنت أتحدث مع بائع عصير القصب قلت له سألته قلت له هل زرت دولة عربية هل زرت مكة قال لي يا حسرة قال لي منين قال لي مكة يا ريت قال لي مكة قال لي راتبي على جدة راتبي بسيط جدا وقال لي طردوني بالعمل قال لي كنت شغال في شركة وطردوني لكبر سني ما أعطوني لا حقوق ولا شيء والآن قال لي فاتح الطاولة هذه وقال لي راتبي كان في السابق ضعيف وكان صاحب العمل قال لي ياخذ في حقوقنا ومش يعني مش يعطيهم يعني في مستحقاتهم فنسأل الله أن يعينه يا إخوة نسأل الله أن يرزقه إن شاء الله رزق واسع المشكلة في أندونيسيا هنا الرواتب زهيدة جدا يا إخوة الطبقة طبعا أندونيسيا طبقات الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية ولكن الرواتب هنا زهيدة إلا الموظفين يكون مدير مثلا في بنك ولا عرفتوا يكون يعني أوكي أما العمال بسطاء عامة الشعب رواتبهم 200 دولار 150 300 دولار في حتى 100 دولار نسأل الله أن يعينهم وإياكم إن شاء الله يا إخوة ولهذا السبب يا اخوان اقول لكم ان اندونيسيا هذه لا تصلح للعمل فقط للاستثمار بالنسبه للاخوه اللي حابين يستقروا في اندونيسيا تمام يا اخوان عبوا بنزينه طبعا طول محطه برطامينا عبوا البرطماكس الدراجه الظاهر يا اخوان المسافة الى الميناء مش راح نكملها اليوم بدأ تظلام الدنيا بدأ الظلام فنرتاحوا اليوم مش مشكلة ما نضغطوش على انفسنا شوفوا مكان بعد شوي نرتاحوا فيه وبكرة الصباح الباكر نكملوا بقية المسافة الى الميناء في اتجاه جزيرة بالي ان شاء الله طبعا دايما نتجنب الليل ولكن بعض الاحيان نقود دراجة في الليل ولكن من الاحسن تجنبوا الليل يا اخو من باب الاحتياط يعني وان شاء الله الله يسترنا وياكم ما شاء الله تبارك الله مطر يا اخوان توقفوا نلبسوا ملابس المطر طبعا ملابس المطر دائما معي في الدراجة ونواصل رحلتنا باذن الله اللهم صيبا نافعا طبعا المطر في لحظة توقعوا الحمد لله على كل حال تمام يا اخوة الظاهر نزيد شوي نشوفوا فندق نتوقفوا فيه كما تشوفوا مطر وبدأ الليل يعني بدأت الظلام ما شاء الله تبارك الله دخل علينا الليل واحنا ما زلنا في الطريق ولكن الحمد لله وصلنا لهذه المنطقة الصغيرة نشوفوا فيها فندق وغدا نكمل الرحلة بإذن الله طيب يا اخوة الحمد لله حصلنا فندق مناسب بسعر مناسب بقى تقريب 140 كيلومتر على الميناء الميناء اللي فيه العبارة عبارة بالي طبعا فما قدرناش نكملوا الليلة هذه فقلنا نرتاحوا حاليا تقريب الساعة 7:30 ليلا نرتاحوا في هذا الفندق وغدا الصباح نواصل رحلتنا نتقابلوا فيديو جديد ان شاء الله ما تنسوش دعم الفيديو جنب رابرنس كارن حاليا الساعة 7:30 يا اخوة 7:30 ليلا ما تنسوش دعم الفيديو والاشتراك في القناة واعطونا اقوى لايك والسلام عليكم ورحمة الله